مواقع ومعالم. مواقع ومعالم. معلم شركة الفوسفات صفاقس قفصة. تتمتع مدينة صفاقس بعدد لا بأس به من المباني الشهيرة، خاصة تلك المشيدة خلال فترة الاحتلال الفرنسي، والتي تعرف بالتراث المشترك للقرن العشرين، ومنها قصر بلدية صفاقس وقصر بالرمضان والعمارات المعروفة بالفريخة وبعدد من أسماء البنوك ومبنى مقر صفاقس قفصة الذي يمنح صفاقس هوية فريدة من نوعها. يقع مبنى شركة الفوسفات صفاقس قفصة في الشارع الرئيسي للمدينة غير بعيد عن محطة الأرتال وأمام مبنى البريد. هذا المبنى القصر كان المقر الرئيسي السابق لشركة الفوسفات والسكة الحديدية صفاقس قفصة. تم استغلاله كمنطقة للأمن الوطني ومركز للولاية، وعرف لدى عامة الناس بمبنى الكوبانية تخفيفا للكلمة الفرنسية كومباني. مبنى شركة الفوسفات صفاقس قفصة قطعة معمارية رائعة صممها المعماري الفرنسي صاحب الخيال الخصب فالونسي. يبدو المبنى عظيما ومبهرا من الخارج والداخل. يستوحي فيه المهندس المعماري التصميم الخارجي من زاوية سيدي بلحسن بالمدينة العتيقة في استعمال مربعات الكذال، ويعد المدخل والباب الحديدي المصمم على الطريقة التقليدية أحد أبرز المميزات المعمارية لهذا المعلم. مبنى شركة الفوسفات صفاقس قفصة متميز بتصميم يجمع بين خصوصيات الهندسة المعمارية المحلية وفن المعمار الأوروبي الحديث. هو مزج بين الماضي والحاضر، وهو متحف معماري فني رائع. وعن خصائص هذا المعلم يقول الأستاذ سفيان السويسي المهندس المعماري الرئيس بالمعهد الوطني للتراث: معلم شركة الفوسفات صفاقس قفصة وهو معلم محمي حديثا بمقتضى قرار من السيدة وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ سنة 2022. هذا المعلم يعكس التاريخ الصناعي لمدينة صفاقس، حيث أنه تم إنشاء شركة الفوسفات صفاقس قفصة والتي بشقيها شركة الفوسفات والمناجم واستخراج الفوسفات من المتلوي إثر اكتشافه من طرف الطبيب الجيولوجي فيليب توماس، والسكة الحديدية التي تم إنشاؤها لربط إنتاج الفوسفات بميناء صفاقس. هذا المعلم المهيب الذي يذكرنا ببدايات الطراز المعماري الغربي المعرب، والذي يتميز بزخرفة تذكرنا بالمعمار العربي الإسلامي، حيث نجد الحجارة المهندمة والنوافذ المتوأمة، كذلك يذكرنا بزاوية سيدي بلحسن الكراي التي نجدها بمدينة صفاقس العتيقة. تجدر الإشارة إلى أن هنالك نقشتان تحليان على الأبواب للواجهة الشرقية والغربية، نجد بها تاريخا بالأحرف الرومانية يعيد المعلم إلى سنة 1907. إذا كان قصر البلدية درة معمارية دقيقة التصميم وقصر بالرمضان لؤلؤة المدينة، فإن معلم صفاقس قفصة الخلاب يعتبر تحفة معمارية فريدة في صفاقس. مع تحية رضا القلال ونور الشعري في الإعداد والتقديم وحمدي الأحول في التنفيذ الفني. مواقع ومعالم.